يا اهلا وسهلا. هلين اهلتك. ايه هلين يا حجه هلين. ازيك يا شيخ مطاوع؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله مصر منوره. خوخ العروس. يا مساء الجمال. مساء الخير. اهلا اهلا. بص بقى يا شيخ مطاوع، انا يعني مش عايزه اقول لك، الاستاذ صبحي المحامي بتاعي خلص لك اهي عقود الجواز، حتى الشهود ماضيين. انت بقى بايدك الكريمه تمضي لي العقدين وبعتهم وقت ما انت عايز يا اخويا. وهذه يا حجه، هي رسم الفلوس، اصرفيهم وقت ما انت عايزه. تسلم ايدك يا اخويا، من يد ما نعدمهاش. وانت يا جميله الجميلات، انا بعطيكي قلبي بس حافظ عليه، اوعك تصرفيه. ها والنبي عسل عسل. لا بقى الموضوع بقى فيه قلوب بقى ومشاعر وكده. لا ده انا لو قعدت كده هبقى زي العزو، ولا استاذن انا بقى واسيبكم ماما. يا حجه ما نتغدى مع بعض؟ معلش والله كان بودي. انت ابو الكرم كله، شوفي مش قلت لك ابو الكرم كله؟ بس انا معلش صايمه النهارده، النهارده الخميس يا اخوي، ويا دوبك بقى الحق صلاه العصر كمان. يلا سيبكم بقى تتهنوا مع بعض. مش هوصيك عليها، خوخه دي بنتي، وهتقول لي دي هديه وهدي تاني يا حاجه، ادب واخلاق وعسل عسل. مش هقول مش هوصيكي على الشيخ مطوع، انا قايله لك عليه ايه ده، يعني سيد الرجاله. يلا استاذن انا بقى. اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. انت بقى يا اخوخ يا فاكهتي، بتحبي تاكلي ايه؟ اللي تحبه اللي تشوفه. تفضلي تفضلي. يا الله ما شاء الله. خوخ كلي بالطريقه اللي بتعرفيها. انا بعرف بس مش عارفه، متوتره النهارده كده عشان ايه؟ مش عارفه. خوخ كلي براحتك. بصي بصي. اها اها. بس الناس هتبص عليه. يسمع كلام الناس عمره ما يستمتع. وانا جايبك هنا عشان تستمتعي، دفعت فلوس كتير. ولو دفعت فلوس اكتر ممكن يخلوكي تاكلي رجليك. والله دمك خفيف، مع ان يعني سنك. انت عارفه يا خوخه، من ساعة ما قعدنا مع بعض عمرك ما قلتي جملة لغاية الآخر. كملي. سني. أنا والله ما أقصد. وأنا هرجل من سني. أنا بحب كل حاجة جميلة في الحياة، حتى سني. بس الحياة دي ما تستاهلش إن حد يزعل فيها. والله كلامك جميل يا شيخ مطاوع. وأنت إزاي بقى بتتكلم مصري كويس كده؟ أقول لك، أنا درست هنا في جامعة القاهرة، وقضيت معظم حياتي في مصر. تعرف يا أخوخة، أنا اخترتك أنت ليه بالذات؟ من ضمن الصور اللي بعتها لي الحاجة تقى. والله كنت عايزة أسألك السؤال ده. أقول لك، زمان أنا كنت بحب بنت الخيال جناطي جدي. وإيه رفضتك هي إيه؟ المفروض يعني أنت مستريح ومعاك فلوس محدش يرفضك أبدا. والله ما اقصد، انا مش عارفه مالي النهارده، مش عارفه اتجننت ولا بقول اي كلام ولا ايه. والله لا 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 والله انا اسف. لا 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 اسف. انت عارفه يا اخوخه اللي بيعجبني فيكي تلقائيتك، وعاوزك توعديني واحد، ان اي حاجه بتدور في دماغك تقوليها على طول من غير ما تتكسفي. صعب صعب ان حد يلاقي حد اللي في قلبه على لسانه زيك. يعني عمرك ما هتزعل مني؟ يعني ده لو قعدنا يعني متجوزين اسبوعين على بعض. ايوه كده، انا عاوز اللي في دماغك على طول تقولي. قولي بقى، والبت اللي شبهي دي رفضتك ولا ايه؟ هقولك. اتفضلي اتفضلي. الله الأوضة حلوة قوي. كويس انها عجبتك. ايه اللي عجبتني؟ حلوه قوي قوي. شوفي بقى، انا عاوزك تنامي لحد ما تشبعي. انت مش هتغير هدومك؟ لا 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 مش هغير هنا، انا حاجز غرفه تانية. غرفه تانية؟
يعني لغاية ما ناخد على بعض الأول. تصدق أنت أغرب راجل قابلته في حياتي. شوف يا أخوخة، أنت جميلة وعجباني، وإحنا يعني مش مستعجلين، يعني ما فيش حد بيجي ورانا. غريبة أوي. تصبح على خير يا زوجتي العزيزة. تصبح على خير يا زوجي العزيز. مش فاهم. لا الأكل كتير قوي 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 بجد بجد، وبعدين يعني على طول كده سمك وجمبري وكابوريا ومكلف نفسك. تكسفني والله. قولي لي يا حبيبي. يا حبيبي. يا 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 حبيبي، كلمة خارجة من فمك ألز وقطع من الطعام اللي أمامنا ده كله. لا بس بجد كرم كرم ما شفتش، كريم قوي بجد. بصي يا أخوخ، الطعام ليه متعته، ومش كثرة الطعام لا، لكن طريقة إعداده وطهيه. يعني مثلا أنت عندكم الجمبري وطريقة إعداده بالشو اسمه بالزبدة، بالزبدة بيبقى طعمه رائع. كمان لما تحطي حب الرمان على البط المشوي بيبقى طعمه جميل جدا. شكلك بتمزج في الأكل، صاحب مزاج. نعم أنا ذواق الطعام وبحب كل شيء جميل في الدنيا، بحب السيارات، الملابس، الطعام، النساء. الله جميل يحب الجمال. وبتحب فيا إيه بقى؟ يا أنت مائدة، مائدة مليئة بالملذات والمشهيات والحاجات الجميلة. كلامك حلو قوي، حنين بجد. يلا بقى مد يدك على الأكل عشان يبقى عيش وكلام حلو. لو سمحت. قوم يا فندم. بدي موسيقى وكأني عايش على شط البحر. قوم يا تفضل. اشمعنى يعني شط البحر؟ عشان الأسماك ما تحسش بغربة واحنا بناكلها. شوف يا أخوخة، أنا عاوزك تطلبي مني اللي أنت عاوزاه. أنا وظيفتي أحقق كل الأحلام، أي حلم أنت عاوزاه أنا بحققه لك. بحقق الأحلام خصوصاً اللي بيخشوا قلبي وبحبهم. أنت لحقت يعني تحبيني؟ أنا حبيتك بقالي ساعة واثنين وثلاثة وعشرة. والله دمك خفيف قوي. أنا مستعد أخليكي تطيري في الهواء، تطيري في السماء، وتركبي جناحات كمان. أنا نفسي في حاجات كتير قوي، بس عارف نفسي في إيه أكتر حاجة؟ ها؟ نفسي أركب طيار. هركبك طيارة VIP يعني الدرجة المهمة، وألففك العالم وأحقق لك كل اللي أنت عاوزاه. تصدق أنت لو طلعت صادق تبقى اتفتحت لك طاقة القدر يا أخوخ. ايه مالك؟ ما لقيتكش جنبي، افتكرتك مشيت. لا ما تخافيش، وبرضه في حد عاقل يقدر يسيب الامر دوت ولا يضيع فرصه الصباح الجميل ده؟ ها؟ ليالي بقى قولي لي انا بحبك قوي، باينه في وشك، هي باينه باينه. بس انا بجد بحبك قوي، عمري ما تخيلت ان انا هعرف احب تاني. ومين التاني ده بقى؟ ده واحد كده راح لحاله. أقول لك حاجة وما تزعلش مني. أنا عمري ما زعل منك طالما اللي في قلبك على لسانك. أنا مش أول مرة أتجوز بورق. عارف 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 طبعا، وتقى عارفة اللي أنا عارف، بس هي بتعمل شوية حركات كده عشان هي. بس أنا أول مرة أحس إن أنا متجوزة بحق وحقيقي. طب وأنتي صدقيني لو قلتلك، وأنا كمان. انتي عملتي ايه في الراجل يا بنت؟ ايه؟ هيطلقني ولا ايه؟ يا دي النصيبة، مين جاب سيرة الطلاق؟ اسكتي اما اقولك، عارفة الراجل ده مجوزة 5 مرات في عين العدو، عمر ما في واحدة عملت فيه كده ولا اتجنن عليها كده. طب كويس، يبقى زوديني فلوسي بقى. شوفي البيت،
فلوس ايه يا هبله؟ بقول لك النهارده الراجل فاتحني في موضوع هتتفتح لك منه طاقه القدر. موضوع ايه بالظبط؟ وبعدين ما قاليش هو ليه بنفسه؟ يا حبيبتي انا اللي اقول، انا اللي ليا الكلمه الاولى والاخيره، وبعدين الراجل خاف يفتحك تصديه، وده راجل قيمته كبيره، ما يحبش يحط نفسه في مواقف تصغره. ما تقولي طيب في ايه قلقتين؟ الراجل عايزك معاه على طول. هيعقد عليا رسمي؟ يا دي النسي بقى اتجوز وسنين الجواز اللي لحس عقلك، يا بنت مش لدرجه الرسمي، الراجل مسافر بره بعد كام يوم وعايزك تسافري معاه. هسافر؟ نهار اسود؟ لا ده موضوع عايز تفكير جامد جامد قوي. يا دي النيله، شوف البنت بقول لها اتفتحت لك طاقه القدر تقوم مسوده لي النهار، ده كل البنات اللي بجوزهم هيتجننوا عشان السفر، تيجي انت تقولي لي الموضوع محتاج تفكير؟ ايوه اسافر مع اللي بحبه، لكن اسافر كده مع واحد قضيت معاه كام يوم وما اعرفش عنه حاجه؟ لا موضوع السفر ده محتاج تفكير، تفكير جامد يعني. يا بت هو انت ليكي حد هنا؟